أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة عن انتهاء الاستعدادات الخاصة بزيارة العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، حيث أعلنت عن تطبيق الخطط الأمنية والخدمية من أجل انسيابية دخول الزائرين لإحياء هذه المناسبة الدينية، وكذلك وضع خطة خاصة لشعيرة ركضة طويرجي المليونية. خطط الأمن الحمد لله أقرت بشكل مبكر في قيادة عمليات كربلاء، اشترك فيها قيادة عمليات كربلاء وقيادة الحشد الشعبي وقيادة شرطة كربلاء المقدسة، وحضر الأخوة في القيادات الأمنية العليا الاتحادية في رئاسة الجيش، رئاسة كان الجيش وقيادة العمليات المشتركة والدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والاستخبارية، توجيه مباشر واطلاع مباشر ومتابعة مباشرة من دولة رئيس وزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم. دوائر الخدمية، كل دوائر الخدمية بشكل مبكر أو يعني استلمنا من عندهم آليات العمل وخطط الزيارة وصدقت من قبلنا وطبقت الآن، كما الخطة الأمنية مطبقة الآن في الميدان، الخطة الخدمية دخلت بشكل مبكر في واحد محرم وإحنا نتابعها على الأرض بشكل جيد، نشوف الحمد لله من الخطة الأمنية والخدمية عندنا خطة 10 محرم والتاسع من محرم كذلك. طبعا هناك يتوقع عن حضور مليوني كثيف في العاشر من محرم، وإجراءاتنا الحمد لله كاملة وجاهزة بإذن الله تعالى كمحافظة وبالتنسيق مع العتبات المقدسة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة أعلنت عن تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام، والتي قسمت المدينة إلى 3 أطواق أمنية، مشيرة إلى عدم لجوئها لقطع الطرق أمام حركة السيارات بالقرب من مركز المدينة. أعدت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة وقيادة عمليات كربلاء خطة أمنية خاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام، حيث هذه الخطة تمثلت بتوزيع القطعات الأمنية على جميع المحاور والطرق التي يسلكها الزائرين، بالإضافة إلى تأمين الحماية لمركز المدينة القديمة التي تحتوي على المراقد المقدسة، أيضا القيام بالعمليات الاستباقية، تفعيل دور كاميرات المراقبة المنتشرة في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خطة استخبارية خاصة بنشر عناصر أمنية بالزي المدني ما بين الزائرين، وكذلك خطة دعم نفسي وإعلام ومحاربة شائعات خاصة بحملات توعية وتثقيف ما بين أصحاب المواكب الحسينية والزائرين الكرام. أمنيا ولوجستيا، كربلاء المقدسة أصبحت على أهبة الاستعداد لاستقبال زيارة عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، والتي ستستقبل فيها ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء هذه المناسبة الخالدة. من كربلاء المقدسة، معتز العبودي، زاكروس تيفي.